عموما يعني كثير من الأشخاص يعني يحرصوا على اختيار حقائب السفر بموديلات معينة وألوان وحتى براندات تكون ملفتة للانتباه. اسمعوا ده الخبر أودي وندى. خليني أخذكم لتحذير نشرته صحيفة مترو، أكدت أنه امتلاك حقيبة ملونة أو حتى تحمل علامة تجارية مميزة قد تجذب الانتباه غير المرغوب إليه، وهذا إيش اللي يسبب سرقة أو يسبب ضياع للشنطة أو حتى فقدانها. ونصحت بأنه يجب اختيار الشنطة ذات المظهر الأكثر شيوعاً، يعني شنطة سوداء وصلى الله وبارك. كيف اختياركم مع الشنط؟ أنا شنطتي أورنج. حلو يا جماعة، لما تسافروا تشوفوا شنطة أورنج هي مو شنطة أودي أبداً. طيب أبداً. أنا ضد يعني اختيار البراندات، يعني أنا ليش أخذ براند وفي النهاية الشنطة بتروح للشحن وممكن حتى يقدرون يصقعون فيها، حرام يعني. أخذ شيء بسيط لون مختلف مثلا زي ما قالت أودي، يعني شيء كذا سبيشال. الأسود لا، لأن كل العالم أسود فبضيعها أكيد. صحيح. فأنا أحب لون يكون مميز بس ما يكون براند أبدا. أنا الشنطة العادية اللي في الشحن هي شنطة سوداء، يعني بصراحة ما أمرها بأي شكل كان. سبحان الله أعرفها من بعيد، نفس شنطتي أعرفها، أعرف هذه شنطتي كده أحس بيها. بس الشنطة الكريون يعني هي اللي ممكن الواحد ممكن إنه يبدع فيها. أنا شخصيا دائما شنطة سوداء، والبراندات اللي هي تكون هاي كواليتي تتحمل التخبيط والسفر وكذا، يعني ما أحتاج بصراحة إني أشيل شنط هاي براند للكريون أو حتى للشحن. يمكن أنا الشنط حقت السفر عندي فيها مواصفات معينة ما ألقاها في كل أنواع الشنط صراحة، اللي هي تكون مثلا ما ينكسر الأشياء اللي جوتها، خاصة إحنا نساء مثلا نحط ميك اب، سشوارات، أشياء، حتى الكعوب الله يكرمكم، يعني الجزم بعض الأحيان ألقى الكعوب مكسرة. صحيح. من الرمي من الحطة، فحلو الشنطة بعد تكون الوحدة إنها هي حافظة، يعني تحفظ الأغراض اللي داخلها، يكون البدي حقها قاسي بالضبط. صحيح. قاسي وما ياخذ بعد سبيس كيلو. ذكية ذكية. برافو عليك والله، درستها مظبوط يا أودي.